اليوم بلاد المسلمين مع الأسف تعج بالشرك عند الأضرحة والقبور تعج بالشرك. كثير من بلاد العالم الإسلامي تعج بأمثال هؤلاء الآن، مع أن القرآن بين أيديهم. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة قلوبهم